يقول: ما حكم حجز الأماكن في الحرم وغيره، سواء وضع السجادة أو الشماخ وغيره؟ إذا كان عرض لك شيء واحتجت للخروج وترجع عاجل يعني قريبا، فلا مانع أنك تضع في مكانك شيء يحجزه لك حتى تأتي، لأنك في حكم الموجود. أما إذا كان أنك تضع الحاجز في الحرم وتروح وتتأخر طويلا ولا تحضر إلا في وقت متأخر، فلا يجوز لك هذا، إنما هذا للخروج العاجل العارض الذي ترجع بعده سريعا. نعم.